مرحب بكم مشاهدينا مرة تانية، ووصلنا للجزء أو الفقرة الخاصة واللي دائما بستضيف فيها ضيف من بداية شهر رمضان الكريم. وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل هيكون ضيفي كابتن منتخب مصر الأولمبي والنادي المصري، وأيضا شارك وكان ليه تجربة احترافية جميلة جدا في تركيا، كابتن عمرو الدسوقي. كابتن عمرو أهلا بيك معانا وكل سنة وأنت طيب. أهلا وسهلا، إزيك يا فايز؟ أخبارك يا كابتن عمرو؟ طبعا رمضان كريم وكل سنة وأنت طيب بمناسبة العيد، وطبعا أنا مبسوط جدا إن أنا معاك النهاردة. نورتنا النهاردة، واحنا كده جبنا من مصري، جبنا من الاتحاد اهلي زمالك يعني، وجبنا من الاسماعيلي كده، احنا ما عدناش العين. شايف النادي المصري زي كابتن عمرو، وبصراحه يعني ما فيش ضيف طلع معايا اسماعيلاوي اهلاوي زملكاوي غير ما اشاد بالنادي المصري وكابتن حسام حسن واللي عامله في النادي المصري. هو طبعا يعني في بدايه الكلام بالنسبه للنادي المصري، هو النادي المصري عامل طفره كبيره جدا الفتره اللي فاتت، وخصوصا لو احنا يعني ركزنا على لو جينا شفنا النتائج بتاعته السنه اللي فاتت هنشوف الفرق اللي عمله كابتن حسام والمجلس الاداره اللي موجود. هو كان مركز 11 السنه اللي فاتت، كان المركز ال11 وكان بينافس على الهبوط في اخر اربع ماتشات، والحمد لله يعني نجينا بعد يعني الماتش اللي قبل الاخير. فطبعا النادي المصري طبعا كيان كبير وجمهور كبير، فاعتقد ان مش هو ده المكان اللي المفروض تتحط فيه النادي المصري. النادي المصري المفروض متعود قطاع كبير جدا من الجماهير، انت بتتكلم في مدينه تعدادها مش اقل من 800,000، كلهم بيعشقوا اسم النادي المصري. مظبوط. فطبعا عشان يبقى في قطاع بالنسبه للجماهير بالشكل دوت، لازم تكمله المنظومه يبقى في اداره كامله لنادي، يبقى في كيان لنادي، يبقى في استراتيجيه عمل، يعني استراتيجيه عمل ان انت النهارده في تخطيط للمستقبل. النهارده السنين اللي فاتت ما كناش بنعمل الكلام دوت. فانا من وجهه نظري ان انا يعني بدايه البذره هي بدات السنه دي. احنا بنشوف حاجات جديده بيضعها مجلس الاداره، ويمكن مع اختلافنا في عديد من القرارات اللي هو بيتخذها، ولكن لازم نديله طبعا الحق بتاعه. الاستاذ سمير حلبية والمجلس بتاعه ناس محترمه جدا، والنهارده قدروا يوفروا مجلس اداره كامل معد من اربع افراد، قدر ان هو يوفر لمنظومه النادي المصري كبدايه جهاز فني على مستوى عالي. كابتن حسام حسن وافراد الجهاز بتاعه، كابتن ابراهيم والناس كلها، طبعا مش عايز انسى فرد من الافراد الجهاز كله، حسن مصطفى كلهم طبعا ناس محترمه جدا، ادوا بشكل محترم جدا سيزون كامل تعب وجهد. طبعا الناس دي تعبت مش تعب قليل يعني، يمكن الناس في الشارع على طول. لا، الناس في الشارع بيقول لك يعني ايه عادي ان احنا ممكن نبقى رابع او ثالث. لا، انت النهارده جاي من بعيد. جاي من بعيد ازاي؟ انت السنه اللي فاتت كنت بتلعب على المركز ال11، صح؟ ويمكن احنا قلنا ان احنا حسام حسن بدا الموسم وعمل ريسك مع نفسه ان هو المفروض ان هو يجيب لعيبه صغيره في السن وياخد الريسك دوت بفلوس اقل من الفلوس دي. يمكن انت النهارده ميزانيه النادي المصري، احنا كنا بنتكلم السنه اللي فاتت كنت انا موجود وكنت بتكلم في ميزانيه النادي المصري كانت بتتخطى ال 35 مليون ويمكن رقم كبير بالنسبه للعقود اللي كانت موجوده، كانت 2 و3 مليون جنيه لكل لعيب. دلوقتي احنا بنتكلم في ميزانيه معقوله، يعني ما بتتعداش ال 25 مليون. فاعتقد لا، يعني احنا ماشيين في الطريق المظبوط. طب انا هسالك حاجه في النقطه دي، يعني معدل اعمار نادي المصري من احد الفرق القليله في الدوري المصري، معدل اعمارهم صغير جدا 24 25 سنه، واللعيبه دي تالقت، واللعيبه دي بقى منها هدافين وعملت اسماء. النادي المصري هيقابل مشكله ان هيبتدي بقى يتلعب في دماغهم، طب تعالى النادي ده، طب انا عندي عقد اعلى. النادي المصري هيعمل ايه في المشكله دي؟ عشان دي مشكله. لا، ما اعتقدش مع حسام حسن مش هتبقى مشكله، لان انا شايف ان الجهاز بيتعامل نفسيا مع اللعيبه بشكل كويس. وخد بالك الفترة اللي فاتت ديت يعني في الكورة من بعد الثورة لغاية المرحلة اللي احنا كنا فيها، فيها تذبذب ما بين اللعيبة، ويعني بالنسبة لعقود اللعيبة سواء في العالي او في الواطي. تمام. بالنسبة للارقام اللي هم بياخدوها، اعتقد ان اللعيب دلوقتي بيدور على الاستقرار في النادي بتاعه. بالظبط. فاحنا بنقول ان يعني سواء مجلس الادارة استاذ سمير حلبية والافراد بتوعه وكابتن حسام حسن وافراد الجهاز بتاعه، وفروا لعيبه النادي المصري اللي هو الاستقرار النفسي للعيب، اللي هو فعلا يبقى ما فيش فرق ما بينه وما بين الانديه الثانيه
في 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 الفلوس. تمام. بس النهارده انا عندي استقرار نفسي، قادر ان انا مثلا عندي جمهور كبير بيشجعني، عندي مدينه. انت لو 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 جيت نزلت بورسعيد هتلاقي طابع غير اي مكان تشجيع في اي مكان تاني في الجمهوريه. يعني بورسعيد عندنا الطفل الصغير بيشجع النادي المصري، بيطلع بالعلم بتاعه في المباراه. اعتقد ان انا وانا عشت الامور على الرغم ان في انديه تانية في بورسعيد، يعني في يعني في انديه بس كله لا النادي المصري هو النادي رقم واحد في بورسعيد. يمكن الطفل وهو صغير متعلم ازاي يعني بيشجع النادي المصري، بيروح الاستاد عشان يشجع النادي المصري. انا عايشت يعني فترات مع جمهور النادي المصري، يعني اعتقد ان انا ما اقدرش انساها في حياتي. طب كلها. ده ياخدني سؤال تاني، فين قطاع الناشئين في النادي المصري؟ يعني انت ما دام الطفل بيعشق النادي المصري، فين قطاع والله الناشئين؟ والله بص، انا يمكن انا في بدايه حديثي، انا هبقى صريح معاك، يعني انا في بدايه حديثي قلت لك انا يعني طبعا الناس ديت كانت يعني استاذ سمير حلبيه والمجلس بتاعه في قصور. يعني مش هقدر اقول ان ما فيش قصور، في قصور، بس هو يعني يمكن كان في مداخله السنه اللي فاتت، في نهايه السنه اللي فاتت. كان اتكلم ان هو هيصلح القصور اللي عنده في قطاع الناشئين. فده احنا عايزين يعني السبوت عليه، لان انا مش هقدر اقول لك النهارده، انا يعني انا وانا قاعد معاك مش هقدر اتكلم اقول لك ما فيش قصور في قطاع الناشئين. انا واحد من الناس كنت ماسك قطاع الناشئين وعارف ايه الوضع اللي فيه. يمكن اشتغلت فتره مدير كوره في القطاع، فكنت فاهم الوضع بالظبط، وكنا حاولنا ان احنا نشتغل وحاولنا ان احنا ننجح في الفتره اللي احنا فيها. الحمد لله يعني حققنا يعني قدر كبير من النجاح في الفتره اللي احنا عشناها، ولكن كانت في اوضاع خارج خارج عن عن ارادتنا. فطبعا احنا مش هنقدر نقبلها، فطبعا احنا قدمنا استقالتنا. بالنسبه لنا يعني سواء انا وكابتن سيف داوود كنا ماسكين القطاع من البدايه، وكان معانا كابتن عبود الخضر. فطبعا انا لما هاجي هتكلم معاك في الامور ديت، انا مش هقدر اضحك عليك واقول لك ان قطاع الناشئين بيرفكت، يعني حاجه زي الفل. مش هقدر اقول كده، ولكن رئيس النادي كانت في بدايه الكلام قال ان هو هيدخل عشان يظبط الحته دي. يعني احنا ادينا الفريق الاول لحسام والجهاز اللي معاه، فاحنا بنشوف نجاح. محتاجين ان احنا ندي قطاع الناشئين حد يكون على قدر المسؤوليه يقدر يغير لنا الوضع، لان فعلا قطاع الناشئين في يعني في مشاكل كبيره جدا. قطاع الناشئين لازم يكون من ابن بورسعيد اللي يكون ماسكه او المدربين فيه عشان يعرف الولاد ويعرف يطلعهم ويتعامل معاهم. اعتقد ان احنا انا بقول لك احنا الفتره اللي فاتت يعني احنا كنا اشتغلنا باخلاص جوه المنظومه، وكنا بدانا ان احنا يعني نخطو خطوات ايجابيه في القطاع نفسه. ولكن يعني طبعا انت عارف ان مصر كلها يعني الموائمات والمجاملات ده بتفرض عليك يعني حاجات اشياء خارج عن يعني خارج عن الاراده بتاعتك. فاهمك. فطبعا هم ما قدروش يستحملوا معانا، يعني المجلس نفسه ما قدرش يستحمل معانا، وفي نفس الوقت هو عنده التزامات وعنده وضع. فاحنا بنقول ايه، انا كابن من النادي المصري انا خرجت من المكان دوت، بس انا يعني امل ان انا اشوف قطاع الناشئين بشكل كويس بشكل محترم. نفسي بجد فعلا يبقى الناشئ اللي هو داخل ده ملوش اي واسطه، ملوش اي وضع بشكل معين، ملوش اي ظهر عشان يبقى مثلا، لان النهارده الناشئ بيلعب اكتر مثلا من بتاع 5 6 سنين او 10 سنين عقبال ما بيطلع الفريق الاول. صح. بياخد اماكن، ممكن مواهب داخل القطاع. صح. او ده فالنهارده لازم توسع للمواهب ديت عشان تقدر تنتقي بشكل محترم، تقدر ان انت تنجح بالمنظومه بتاعتك. النادي المصري دلوقتي المركز الثالث، فاضل له مباراه وحيده الاسبوع القادم. الاسبوع اللي فات تعادل مع الجيش نتيجه سلبيه 0-0. هزيمه دجله طمنت كابتن حسام شويه، يعني لو كان دجله فاز على الاسماعيلي كان الموضوع بقى فيه قلق، وخصوصا النادي المصري من 2002 ما شاركش في اي بطولات افريقيا على ما اعتقد، كانت كاس الكؤوس الافريقيه او مسماها الحالي الكونفدراليه. احنا لا، هو دخل كونفدراليه ودخل ابطال كؤوس، بس انا عم اعتقد اخر بطوله كانت 2002. هي 2002 لا مش 2002، هي 2001 2001 لان يعني انا ده الجيل اللي احنا كنا طيب مشاركين فيه. تتوقع النادي المصري هيتمسك بالفرصه اللي هو فيها؟ اكيد. لو سمحنا ده بالنسبه اللي بيهدده سموحه عنده ماتشين، عنده الزمالك. ما هو كل الانظار تتجه دلوقتي على مباراه الزمالك وسموحه. صح. فطبعا يعني اود ان احنا يعني يبقى في، طبعا اعتقد ان في يعني في وضع انا شايفه كويس في الكره المصريه في الفتره اللي موجوده، ان كل الانديه بتلعب بشرف،
واعتقد نادي الزمالك ونادي سموحه هنشوف مباراه كويسه نستمتع بيها، والافضل هو اللي نهنيه. يعني انا نفسي بجد فعلا بحس ان كل واحد ياخد المركز اللي يستحقه، وفعلا لما تيجي تاخد المركز تاخده بعرق، صح. يعني ما تاخدوش بان انت، يعني النادي المصري فعلا اجتهد الفترات اللي فاتت دي، يمكن صادفنا سوء توفيق المباراتين اللي فاتوا دول، يمكن اخر مباراه ده كان فيه اجهاد يعني كبير جدا بالنسبه للعيبه والكلام ده. في فتره في النص يا كابتن عمرو برضو لما كان كابتن حسام موقوف فيها حوالي 5 ماتشات ورا بعض كانت نتائج سلبيه، يا تعادل يا خساره، يا تعادل يا خساره، اثرت دي كمان. بص انا هقول لك حاجه، في كوره، في كره القدم يعني بالنسبه للدوري وكده ده طبيعي، لان انت النهارده منحنيات اللعيب يعني صعود وهبوط، صح. فانت النهارده يعني النادي المصري مش هيفضل على طول بيكسب، حتى انديه الاهلي والزمالك بيحصل لها نفس العصارات دي. فاحنا النهارده بنقول ايه؟ بنقول ان الطبيعي ان هو اخذ الكيرف بتاعه عالي وبدا ينزل في اخفاقات، فطبعا الجمهور اتلف حوالين الفرقه، ده اللي انا مبسوط منه بصراحه السنه دي، شايف ان في وضع بالنسبه للجمهور، الجمهور النهارده بدا يفهم، يعني بدا يفهم ان النهارده ما يبقاش كله هجوم، لا هو الفرقه بتاعته محتاجاه، يعني محتاجه حتى لو خسران يقف جنبي. بالظبط كده، فاحنا لازم يعني الثقافه بتاعتنا لازم تتغير بالنسبه للجمهور، وانا مبسوط من جمهور النادي المصري بصراحه السنه دي غير السنين اللي فاتت. السنه دي انا حاسس ان هو ملتف، حتى يعني في حاله في النادي المصري، حسام حسن اوجد الحاله ديت، نقدر نديله حقه بصراحه بشكل كبير جدا. وزائد برضو يعني ما ننكرش الفضل لاعضاء مجلس الاداره الاستاذ سمير حلبيه، وفروا الاستقرار. طبعا ده ملحوظ واحنا شايفينه. عايز اتكلم بالنسبه للنادي الاجتماعي، طبعا ده حاجه محترمه جدا. الاستاذ سمير حلبيه يعني اول بذره تتحط للنادي المصري هو نادي اجتماعي للنادي المصري. النادي المصري اهمل اكتر من، انا بتكلم مثلا في بتاع 60 سنه، اهمل. النادي المصري ده كيان كبير جدا، النادي المصري ده وراه قطاع كبير جدا من الجماهير، اكيد ما ينفعش يهمل بالشكل اللي احنا كنا شايفينه في الفترات اللي فاتت. اعتقد ان المجلس اللي موجود بدا مع سياده المحافظ طبعا الاستاذ عادل الغضبان مشكورا، اعتقد ان هم يعني عاملين حاله كويسه جدا جوه الشارع البورسعيدي، محسسين فعلا الجمهور ان في ظهر وراهم، في حاجه بتحصل، في حاجه، احنا بنشوف حاجه جديده، بنشوف ملاعب بتتبني، بنشوف كيانات بتتحط، بنشوف مرافق جوه النادي بتاعنا، فده حاجه، دي حاجه محترمه جدا. لازم اشكر طبعا سياده المحافظ الاستاذ عادل الغضبان، وطبعا الاستاذ سمير حلبيه مشكورا، لان انا عارف ان الاثنين دول بيبذلوا جهد كبير جدا لوصول النادي المصري للمراحل اللي موجوده. عوده النادي المصري لاداره النادي المصري، هل ده زودت العبء على مجلس اداره اللي هو كان مريح نفسه السنين اللي فاتت، ولا حاجه ايجابيه؟ بالعكس ده حاجة إيجابية. أنت النهاردة لو تبص على قطاع الـ 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 المشتركين داخل النادي المصري، أنت كنت يعني أعداد قليلة، مش يعني أنت بتتكلم في بتاع 3000 أو 4000 جمال عمومية. فأنت النهاردة لما بتفتح الباب أنت بتلاقي ناس محترمة بتدخل النادي المصري، بتلاقي اشتراكات يعني بتدفع، بتلاقي عائلات محترمة بتدخل، دخلة. فأنت النهارده يعني أنت بتحاول يعني أنا عن نفسي عشان أنا بحب النادي المصري، فنفسي النادي ده يبقى حاجة كبيرة جدا. أنا ما كنتش شايفها قبل كده، بس واضح من كلامك إنك حاسسها فعلا. أنا بدأت أحس، يعني بدأت أحس ونفسي نكمل، يعني ما نوقفش عند الطموح ده. يعني النهارده إحنا لازم نتعلم من الأندية اللي موجودة النهارده، النادي الأهلي، نادي الزمالك، كيانات كبيرة بتفتح فروع في كل حتة، فنفسي برضو النادي المصري ده مش أقل من الأندية ديت، لازم إن إحنا يبقى لينا فرع واثنين وثلاثة، بحيث إن إحنا نوجد الحالة اللي إحنا بنقول عليها. عايز أسألك بقى عن الفريق الأول النادي المصري، شايف إيه المراكز اللي المفروض يتم دعمها؟ لا يعني أنت ليك أكيد نظرة خاصة، وعايز أسألك عن محمد مسعد، وسمعنا النادي المصري المقصة عايزه ينضم ليه. بص هو محمد مسعد طبعا لعيب كويس جدا، ويمكن هو اثبت ان هو صفقه ناجحه، يعني هو اثرت مع النادي المصري في الفتره دي. ولكن يعني طبعا انا شفت تصريح لسمير حلبيه او حسام حسن غالبا ان الباب مفتوح لاي لعيب سواء يدخل، دي ما كانتش موجوده يعني الفترات اللي فاتت ما كانتش موجوده. ولكن انت دلوقتي باني فرقه كويسه داخله بطوله افريقيا ان شاء الله في الفتره اللي جايه، فاعتقد ان هيبقى يعني النادي المصري نوع جذب للعيبه،
يعني جذب ان النهارده اللعيب عايز يبقى موجود في النادي المصري عشان في ماتشات في بطوله افريقيا هيبقى السبوت عليه الشكل. فطبعا اعتقد ان الفتره اللي جايه ديت لازم بقى لينا تدعيمات في مراكز معينه. ايه هي المراكز من وجهه نظرك؟ وعايز تعليقك على شيكابالا لو هيجي النادي المصري. والله هو بص، هو شيكابالا طبعا لا اعتراض ان هو طبعا لعيب كويس ولعيب كبير، بس انا يعني من وجهه نظري ما اعتقدش ان نادي الزمالك هيقدر يفرط فيه، ولكن هو لو جه مع شخصيه حسام حسن هيضيف، اعتقد ان هيبقى فيه اضافه كويسه زي ما احنا شفناه في الاسماعيلي. يعني هو هي التجربه اصلا اتكررت صح. يعني احنا بنتكلم في الاسماعيلي، والاسماعيلي كان قريب مننا، شيكابالا لا، هو النهارده كان موجود في نادي الاسماعيلي وبدا ياخد الفورمه بتاعه الماتشات وبدا يرجع، ولكن بعد ما رجع طبعا انتقل تاني لنادي الزمالك. فقعدت اللعيب دوت بتبقى مشكله اكيد عشان يرجع تاني للفورمه بتاعته بياخد وقت. فهل حسام حسن هو عنده الـ 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 الفكر ان هو فعلا عايز يعيد اكتشاف شيكابالا؟ مش اكتشافنا شيكابالا. مش اكتشافه لان هو لعيب كويس، يرجع يوظفه بالظبط كده، ان هو يعيد تاني المكنه تقدر تشتغل تاني صح. فهو ده 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 السؤال بقى مع حسام حسن نفسه. اما المراكز اللي المفروض ان يعني بيبقى هي التدعيم للنادي المصري، اعتقد ان انا يعني انا شايف ان لازم مهم جدا وجود باكين للنادي المصري، مهم جدا، وطبعا سيرد باك مع الناس اللي موجوده، يعني اثنين باكين وسيرد باك، واحمد رؤوف بقى مش عارف بقى اذا كان هو هيكمل او هيقعد، فده برضه هيبقى محتاجين. احمد رؤوف هداف المصري، 13 هدف، عامل موسم اكتر من رائع. ما انا بقول لك، ما هو يعني فرق معانا كتير جدا. احمد رؤوف من اللعيبه الكويسه جدا، وانا بقول له رساله دلوقتي يعني يا ريت هو يسمعني. اعتقد ان هو نجاحه في النادي المصري، يعني نجاح احمد رؤوف في النادي المصري، فما يفكرش ان هو يعني ينتقل، لان الانتقال في السن ده كمان هيبقى عليه عبء، وعليه ان هو لازم يركز جامد جدا ان هو ينهي زي ما نهى مع النادي المصري، يبقى في سموحه بنفس الشكل ده، هيبقى عليه ضغوطات عاليه جدا. شيكابالا لو جه لمصر هيكون مكان مين؟ او هيلعب في منطقه مين؟ لا، هو شيكابالا وطبعا هو معروف ان هو طرفه بيزيد على الـ على على السنتر فيرود، فهو هيبقى يعني ممكن احنا عندنا طرفين، سعيد مراد سعيد مراد برضه عامل موسم عالي سعيد جدا. سعيد مراد، وعندنا الطرف الثاني بتاعنا منصور. ايه؟ احمد منصور؟ لا، مش احمد منصور. مين؟ عشان مصر انا مش متابعهم قوي بصراحه. كابوريا؟ كابوريا. كابوريا برضه عامل موسم لا، هو كابوريا لعيب كويس، وسعيد لعيب كويس، وعندنا برضه مسعد. انت فاهم؟ فانت النهارده يعني هتشوف لو مسعد انت هترجعه او هو مش عايز يكمل، هيبقى ممكن مثلا شيكابالا يبقى موجود، لو سعيد مراد يعني قصدي ان يعني في يعني شيكابالا هيبقى في اضافه للنادي المصري المستوى. وفي نفس الوقت هو لعيب كويس، بس الـ 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 يعني جواب السؤال دوت مع حسام حسن مش معانا. طيب مين اللي شايفه اتظلم ان هو ما تمش استدعائه للمنتخب؟ عشان كان كابتن حسام كذا مره طلع وقال انا بهدي اللعيبه دي للمنتخب، انا عندي لعيبه دي حقيقة. ده حقيقه فعلا. مين شايف ان هو اتظلم؟ انا شايف، انا من وجهه نظري اسامه عزب السنه دي مادي اداء غير طبيعي. يعني انا مش شايف، انا يعني ما اعرفش ازاي اسامه عزب مش في منتخب مصر. انا شايف ان هو بيأدي بشكل محترم جدا، قائد للنادي المصري، يمكن اول سنه يعملها من سنين كتيره قوي لعيبه في النادي المصري. اول مره اشوف اسامه عزب بالامكانيات ديت وبالشكل ده وبالروح ديت. طبعا مش بغفل حق اللعيبه كلها، اللعيبه كلها، بس شايف هو الاقدر ان هو ينضم. انا من وجهه نظري انا يعني شايف اسامه كان حق ان هو ينضم لمنتخب مصر، زائد مسعد، يعني مسعد برضه بيأدي بشكل كويس، والمفروض ان الناس دي فعلا تتحط يعني تحت المجرى. كابتن عمرو اسمح لي نروح لصفحتنا على الفيسبوك، وفي سؤال دايما بنطرحه بدايه الحلقه، وسؤال حلقتنا: الحارس المتوقع يبدا لقاء الاهلي اليوم، وفي ثلاث حراس مرمى، احمد ربيع الشيخ ومسعد عوض واحمد عادل عبد المنعم. مشاهدينا الكرام، هنشوف بقى معاك توقعوا مين يحرس النادي الاهلي النهارده، وادي سؤال الحلقه على الفيسبوك، هنشوف تعليقات حضراتكم. اول تعليق معانا من عبد الرحمن سليمان: احمد عادل عبد المنعم طبعا. محمد عبد الرحيم: احمد عادل. ابراهيم محمد: احمد عادل بسبب الخبرات والمواقف اللي مر بيها. رزق ابن زموره: مسعد عوض.
محمود الرومانسي بيقول انا مش مع مارتن يول، شريف الحق ولازم يرجع، واحمد عادل جدير بالمهمه. احمد يونس المفروض دلوقتي احمد عادل يلعب الماتشين الجايين في الدوري علشان يجهز لافريقيا. مازن علاء بيقول احمد ربيع الشيخ، انت رحت للحارس الثالث يا مازن. ده كان اخر تعليق من مازن. ويعني المشاهدين الكرام عايزين يعملوا زي ما حصل في الزمالك، في الشناوي في جنش، يبقى في شريف اكرامي، يبقى في احمد عادل عبد المنعم. بص انا يعني انا عايز اتكلم بصراحه نقطه في النقطه ديت بالنسبه سريعا. سريعا يعني شريف اكرامي من الافضل ان هو ياخد قسط من الراحه. يعني لازم يريح، لان شريف جون كويس جدا بس مضغوط يعني عليه، بس مضغوط عليه وعنده ضغوطات. انا اللي اعلمه يعني ان هو عنده مشاكل مع بنته، وفي يعني بنته تعبانه حاجات اسريه. فطبعا لازم يقعد، يعني لازم يقعد شويه وبعد كده يستعيد وضعه تاني. ده طبيعي بيحصل لاي لاعب، وطبيعي يعني طبيعي ان احنا بنبقى في فورمات عاليه جدا وبعد كده بيحصل اخفاقات، فده وضع طبيعي. وراجل عنده خبرات من السنين للعب للنادي الاهلي فترات كبيره، صح. فهو لازم المدرب بتاعه لازم هو التوقيت ده ياخد القرار ان هو لازم يقعد يرتاح والناس التانيه تكمل، وفي نفس الوقت هو هيستفاد من الراحه ديت ويرجع تاني ويبقى احسن من الاول ان شاء الله. عمرو اشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، عارف ان احنا جبناك من بورسعيد، كل سنه وانت طيب. انا مبسوط جدا والله ان انا كنت معاك، وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب صحه وسلامه وبالتوفيق ان شاء الله في خطواتك بقى. انا مش عارف لسه هتعمل ايه الفتره الجايه بس بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك، شكرا شكرا جدا. بشكركم ومشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم سريعا لنهايه حلقتنا النهارده من اكسترا تايم. استنونا بكره ان شاء الله، وخلاص احنا قربنا على انتهاء شهر رمضان الكريم، ولكن لسه متواصلين معاكم حتى اخر شهر رمضان باخبارنا وضيوفنا. استنونا بكره ان شاء الله في نفس الميعاد واخبار جديده وضيوف جدد. في رعايه الله. سي بي سي اكسترا، مصر على مدار الساعة. ده حسان ما كانش كده من طلع.